يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. من جديد وصلنا للمحور الاول من حلقتنا لهذا اليوم. بما انه احنا بلشنا فصل الصيف ضروري استعمال واستخدام واقي الشمس، لانه يعتبر من الاساسيات المهمه للبشره، وخاصه مثل ما ذكرت في فصل الصيف لتجنب اضرار الشمس عليها. ومما لا شك فيه لابد من معرفه انواع البشره حتى نختار واقي الشمس المناسب للبشره. نعم يا همسه، والحديث اكثر عن هاي التفاصيل نرحب بالدكتوره مروه العذاري، صيدلانية وأخصائية للعناية بالبشرة والتجميل. صباح الخير عليك، نورتينا. صباح الخير والعافية عليك، نورتينا. بداية مثل ما ذكرت أنه إحنا بلشنا فصل الصيف وراح تبني معاناة البشرة سواء للرجال أو النساء، فاليوم ضروري خلينا نعرف أول مرة فوائد الشمس سواء في الصيف أو الشتاء. دائما نقول أنا أحب الشمس وأكيد بها فوائد، خلينا نعرف فوائدها وبعدين أضرارها على البشرة. بصورة عامة فوائد الشمس لا تعد ولا تحصى طبعا. طيب. أول شيء كمصدر رئيسي لفيتامين دي 3، هذا كلنا نعرفه حتى للأطفال وللكبار. بس بنفس الوقت مضارها أكثر، فإحنا لازم يعني مضارها كاستخدام العفو كتعرضنا للشمس بصورة مباشرة ممكن تضرنا البشرة، يعني هاي في فصل الصيف. فصل الصيف فصل الشتاء الشمس بكل أوقاتها إحنا يعني هي كتصبغ مضرة. طيب. تصبغ يعني سوي تصبغ وسوي هواي شغلات ومشاكل أخرى، فإحنا لازم نوعي ولازم نحكي عن هذا الموضوع أنه استخدام واقي الشمس ما حيكون يعني فتشي متوقف على فصل الصيف فقط. لا. وإنما فصل الصيف وفصل الشتاء. بس شلون تقنعين البيشنت أنه أنت لازم تستخدم واقي الشمس؟ طبعا لازم أكو شغلات نقول لها أنه يا بواقي الشمس مو فقط يحرق البشرة. لا. أو يسبب اسمرار أو يسبب تصبغات فيما بعد، وإنما هو يؤدي إلى شيخوخة الجلد مبكرة. يعني ممكن يسوي تجاعيد مبكرة، ممكن يسوي تصبغات في سن مبكر، وطبعا هاي تطلع دائما يعني بداية العفو نهاية العشرينات بداية الثلاثينات. تشوفين أغلب البنات والشباب حتى اللي يعني دوامهم خارج البيت أو يتعرضون للشمس بصورة مستمرة تشوفيهم عندهم تصبغات كلش هواية. طيب. وهم لا عندهم هرمونات ولا عندهم مشاكل أخرى ممكن تؤدي للتصبغ. نعم. فهذا عدم استخدامهم لواقي الشمس بصورة صحيحة وبصورة منتظمة، وأصلا هو ما مقتنع انه يستخدم واقي الشمس. طيب. نعم. طيب احنا واقي الشمس ذكرنا انه هو مو فقط في فصل الصيف، لان احنا خاصه بالعراق عندنا صيف وشتاء شمس قوي. بالضبط. فاريد اعرف اليوم شنو اهميه استخدام واقي الشمس خاصه الفتيات اللي اصلا هم ما مهتمين بهذا الموضوع. مبدئيا انه اهميه واقي الشمس قلت لك اول شيء هو يجنبنا من الشيخوخه المبكره. طيب. اثنين يجنبنا ظهور حب الشباب. ثلاثه شيخوخه الجلد. أربعة تصبغات اللي ما لها حل. خمسة والأهم النمش والكلف اللي يطلع، ويعني يعني بعض الأوقات لو ممكن ما نقدر نعالجه، لو ممكن يطول علاجه ياخذ أشهر حتى تعالجين أنت النمش والكلف اللي يصير بسبب الشمس. بالفعل. لأنه حتكون عامل دايركت يعني. طيب. فد شيء مؤثر مباشر على البشرة. فهنا لازم احنا ننصح باستخدام واقي الشمس وطبعا على انواع. طيب. طيب ممكن اليوم كثير من الاشخاص يجهلون استخدام واقي الشمس بطريقه صحيحه، لانه حسب البشره ممكن تكون دهنيه او ممكن تكون جافه. فشنو اليوم انواع واقي الشمس وشلون يتم استخدامه؟ شوفي هو واقي الشمس حيكون بنوعين، الفيزيائي والكيميائي. نجي على الواقي الفيزيائي. طيب. واقي الشمس الفيزيائي هذا راح يكون ما يضر البشره. شنو اضراره؟ هو ماكو واقي مضر طبعا. نعم. بس ما يزعج الشخص انه اكو ناس او خصوصا الشباب ما يستخدمون وما يحبون استخدام واقي الشمس لانه يسبب لمعه بالوجه اذا ملاحظين. نعم. وبي بياض. طيب. هذا يكون الفيزيائي اللي. نعم. هو يحتوي على زنك اوكسايد. طيب. الماده مالته الفعاله حتكون الزنك اوكسايد. هنا هوايه ناس ما تحبذه تقول لك انا ما اريد لمعه بوجهي، ما اريد بياض بوجهي، انا ما استخدم هذا الواقي. بس هو لو ترجعين للحقيقه الفيزيائي هو افضل من الكيميائي. طيب. راح يكون ان اورجانيك يعني سان كريم، يكون مواد غير يعني غير كيميائيه. طيب. هذا هنا حيكون امن للحامل وبنفس الوقت امن للبشره الحساسه. جيد. اما الواقي الكيميائي، الواقي الكيميائي يمتص اشعه الشمس ويحولها الى اشعه مفيده للبشره. جيد. ويحولها الى جزيئات حره. نعم. يعني هاي الفري راديكال، هاي الجزيئات الحرة تسأليني بيها مضار بعدين للبشرة؟ أي ممكن تسبب لنا مضار. ممكن تسبب شيخوخة جلد مبكرة. طيب. فهنا بعض الشركات أنتجت هذا المنتج اللي هو الكيميائي اللي دا يشوفون استخدامه أكثر من الفيزيائي بسبب أنه ما يسبب لمعة وما يسبب بياض. طيب. بس شنو سوت وياه؟ سوت وياه مواد يعني سوت كومبتيتر ويا مواد ثانية العفو
كومبوزيشن حتى شنو يتجنبون شغلات اللمعان والبياضه اللي يصير بالبشره حطت مواد انتي اوكسيدنت اللي هي مضاده للاكسده. طيب اذن المقاطعه الفيزيائيه يستخدم البشره الدهنيه او الجافه لو نفس الشيء لكل انواع البشره وخصوصا الحساسه. حتى الكيميائي عادي طبيعي يستخدم البشره لكل انواع البشره ما يقتضي على نوع معين من البشره بس نجي للفيزيائي هو امن للحوامل. فقط للمراه الحامل. نعم. طيب اليوم نخلي واقع الشمس على البشره ايش قد ممكن يعطينا مده انه هو يعني يبقى يدوم على البشره لو ممكن انه مثلا اكو ساعات معينه لازم نعيده مره لوخ حسب مره واحده شوفي احنا شلون انتم هسه شلون تعرفون واقي الشمس واقي الشمس مكتوب عليه SPF طيب اللي هو شنو سان بروتكشن فاكتور طيب مدى فعاليه نعم. وقايه او يعني مدى الوقايه الفعاليه من اشعه الشمس يعني هذا علامه انه ايش قد واقي الشمس ب حمايه طيب تجين اكو واقي شمس ب 15 اكو 30 واكو 60 واكو 80 حلو فانت حسب المدى اللي مخليته على الوجه اذا مخليه خلينا نقول 30 انت لازم ساعتين تعيدين ل 30 حلو اذا مخليه 60 اربع ساعات تعيدين ل 60 طيب. اذا مخليه 80 راح شنو هنا نزيد الديوريشن مال الواقي مال حمايته يعني وخصوصا للشباب اللي دائما هم يعني يكون عملهم خارج المنزل هاي دائما نكتب لهم الواقي يكون 60 الى 80 جي. يعني مدى اطول للحمايه من اشعه الشمس بالضبط طيب الكثير من النساء تعرفين تخلي الميك اب لكن قبلها واقي الشمس نعم فهل هذه الطريقه صحيحه وامنه وما تاثر او ما راح ياثر الميك اب على واقي الشمس لا نهائيا ما ياثر نعم. فنرجع للنقطه اللي هي الواقي الكيميائي والفيزيائي الفيزيائي تخليه مباشره من البيت طيب اللي هو بيلمعه وابيض تقدرين تخليه مباشره تخليه بعد الميك اب اما الكيميائي لازم تخليه قبل لا تطلعين من البيت بنص ساعه نعم. حتى تمتص البشره حتى قبل الميك اب اصلا نعم حتى قبل الميك اب طبيعي ضروري هو لازم يكون هو اول طبقه يعني على الجلد تطبق على الجلد اول لاير حتى شنو تمتص البشره نعم. تاخذ مفعوله داخل الجلد جيد. طبقات الجلد ثلاث طبقات من بعدها تطبقين اي ميك اب او اي شيء ثاني حتى اذا مرطب عادي جيد. حلو فهذا نعم. ضروري النقطة. طيب احنا نعرف احنا الشباب والبنات بصورة عامة بشرة مختلفة اكو بهم الدهنية والحساسة والجافة اليوم شلون احنا من نروح مثلا للكوزمتيك او اي مكان او صيدلية يريد ناخذ الواقي الشمس شلون نعرف احنا يا واقي يفيد بشرتنا قلت الواقي الشمس ما يقتضي على بشرة معينة طيب. هنا اني شلون اني اذا بشرتي حساسة استخدم مثلا الفيزيائي اللي هو شلون اني اعرف مكتوب على المحتوى مالته مثلا زنك اوكسايد هو احنا نريد المكتوب حتى نعرف زنك اوكسايد هذا الزنك اوكسايد والتيتانيوم نعم اثنيناتهم دول مرات ما يكتبون اكو شركات ما تكتب المحتوى نعم ايش تكتب؟ تكتب الترا شيت اذا شايفته او دراي تاتش هذا معناته انه يستخدم للبشره الحساسه والبشره المحساسه لكل انواع البشره طيب تجي نوع ثاني عندنا يستخدمون اليو في اي واليو في بي هذا شنو؟ اليو في اي انه انتي ايجنت طيب مواد تكون بي مضاده للشيخوخه حلو اليو في بي لا المواد تكون مضاده للاحتراق واسمرار البشره جيد طيب بما انه احنا دا نتكلم عن واقي الشمس ممكن انه الكثير من النساء تستخدم واقي الشمس فقط للوجه او ايضا ممكن الايد اليوم واقي الشمس هو نفسه اللي يستخدمه للوجه طبيعي للايد طبعا كلش طبيعي نفسه هو نفسه خلاص إيه. بس اكو يعني اكو شركات تخصص في شيء خاص بس للبدي يعني بس نعم. للجسم طيب مو بس الايد ايد ورجل واي اذا استخدمنا واقي الشمس اللي هو نفسه مال الجسم على الوجه طبيعي انه عادي ما ياثر هو يكون طبيعي بس راح يكون ثك شويه يعني شويه تكون طيب. الطبقه مالته جدا عاليه السموكه فهنا ما راح ترتاحين انت حتى ما راح تقدرين تطبقين اي ميك اب بس اذا كانت على بحر او اذا كانت طالعه سفر هذا طبيعي ممكن يعني. طبيعي يعني نعم طيب انت اليوم كدكتوره احنا خاصه بنات نحير شنو ممكن واقي شمس نختاره بسبب الشركات المتعدده وممكن صحيح. اكو الكوبي واكو الاصلي فعلاً. فشنو اكثر واقي شمس تنصحين به اني ما راح اطرح فد اسم شركه معينه نعم. بس راح اطرح كنوع معين نعم. دائما احنا نلجا او نحرص على انه ما نسمر اهم من عندنا من باقي الاعراض نعم. بس هو بالحقيقه لا انه واحد يحافظ على بشرته وصفائها وتجاعيدها افضل من الاسمرار لان الاسمرار ممكن يتعالج في الوقت الحين يعني طيب بس فيما بعد لا التجاعيد ما تقدرين تعالجيها اكو اشياء ما تتعالج يعني نعم. تطبقات الجلد ما تتعالج طيب فهنا نحرص لازم ناخذ الواقي مكتوب عليه UVA UVB
انت هنا حميتي بشرتك من أشعة الشمس من الاحتراق، وبنفس الوقت حميتيها من الشيخوخة. حلو، يعني تمسحين هذا اللي بي أي وبي اثنين. بالضبط، كلش مهم هذا. طيب نعم. بما أنه حضرتك اختصاص العناية بالبشرة، خلينا نتكلم عن البشرة. تعرفين خاصة المرأة الحامل ما بعد الولادة ممكن يصيبها الكلف وهذه الأمور اللي تتعرض بشرتها إلى التلف. فتعرفين هواي مراكز ممكن أنه تنصح بالليزر وهذه الأمور وغيرها، فشنو رأيك بهذا الموضوع اللي هو أو التقشير يعني هذه الأمور؟ والله أني يعني مو بس يعني كاختصاص دا أحكي، نعم، كامرأة وكهمات بريجننت يعني لازم أنه شخص يعتني أو المرأة تعتني بشرتها حتى أثناء فترة الحمل. يعني أني ما أنتظر مثلا أكو حمل يصطحب ويا تصبغات هايبر بيجمنتيشن يعني. طيب فهذا هنا أنا لازم اني شنو احافظ عليها، قلنا استخدام الواقي الفيزيائي، استخدام الهايلورونيك اسيد، استخدام المنتجات اللي تكون ان اورجانيك، لازم نحرص على انه هي تكون مو كيميائيه لانه ممكن تمتصها البشره بالتالي تاثر على الجنين. فيما بعد الولاده تقدر تعتني، اول شيء تسوي تقشير كيميائي، تسوي روتين كيميائي بالبيت، اكو يعني مقشرات. تقشير كيميائي ما نهائيا ما ياثر مستقبلا على البشره؟ لا يعني لا. هو ممكن بدرجات بدرجات هاي. طيب. وحده اثنين تحت يعني اشخاص مثل ما نقول مختصين، يعني مختصين بهذا. اذا تشوفين هسه اللي دارج واللي صاير انه تقشير كيميائي منزلي واحماض وما اعرف شنو، فاكو ناس تتضرر من هذا الموضوع، اكو ناس لا اوكي ويا هالامر. نعم. فهو هم حسب توعيه الانسان انه انا لازم من اخذ شغله اقراها. حلو. ما اقراها، ما اعرف اقراها، ما اعرف الميديكال، ما اعرف الاكتيف انجريدينت مالتها، ادخل على النت اسرج عنها طبعاً. اشوف شنو هي ما بيها مضار اقدر استخدمها. حل. طيب نريد نعرف شنو المواد الفعاله الموجوده بواقي الشمس اللي مثل ما ذكرتي الكيميائي والفيزيائي. طبعاً. وكل واحد شنو المواد اللي مصنوعه به؟ الفيزيائي راح يكون به الزنك اوكسايد اللي قلنا وتيتانيوم دايوكسايد. هذا اللي راح يكون به لمعه واللي راح يكون به شنو لون ابيض قلنا. هذا اللي ما حد ما يحبه. اوكي. خلينا نقول خصوصا الشباب. تمام. ها اللي هذا شنو اليو في اي اللي هو مين فقط يحمي؟ بس اليو في اي مين يحمي؟ اليو في اي من الايج من العمر شيخوخه الجلد. اما اليو في بي لا راح يكون بي تيتانيوم. هذا لا هنا أنا راح يحمينا من الاحتراق الاوفا اي. ممكن اثنيناتهم ينجمعون سوى بواقي واحد؟ هسه بالحديث يعني تعرفين تطور الطب الحديث والمواد والشركات والمصانع انتجت هذا المنتج انه يجمع بين اليو في اي واليو في بي اثنيناتهم خلتهم بواقي واحد، خلت وياهم ماده الانتي اوكسيدنت اللي قلت لكم عليها. هذه اللي ما تحول الجزيئات، ما تحول اشعه الشمس الى جذور حره حتى ما تضر البشره. جيد. طيب دكتوره ممكن اليوم استخدام واقي الشمس ملائم لكل الاعمار؟ طبيعي انه يستخدموا الاعمار خاصه المراهقين، تعرفين بشرتهم كلش تتاذى وجدا طبيعي انه يستخدمون عادي؟ كلش طبيعي وجدا مهم. يعني ليش؟ لانه هاي المرحله راح تتكون العفو تتكون الاكني اللي هي حب الشباب. نعم. فهنا من نستخدم مواقي شمس هنا راح تتجنبين ظهور حب الشباب مبكر. حلو. يعني ما بأي مضار؟ ما بأي مضار لا. طيب احنا سولفنا على كل سلبيات واقي الشمس، فنريد نعرف انه هل ممكن بيه مضار؟ والسؤال الثاني انه احنا متعودين انه واقي الشمس نستخدمه بالنهار او طلعات الصبح، ممكن انه نستخدمه بطلعات العصر بالليل من واقي الشمس؟ لا لا ما له داعي. لا مو ما يصير بس ما له داعي. ما له داعي زين، بس بنفس الوقت ما بي مضار ابد. ما بي مضار لا نهائيا ما بي مضار. هو الشغله المزعجه الوحده اللي هي هاي اللي قلت لكم عليها انه يسبب لمعان ويسبب بياض بالبشره، وهذا الشيء ما يحبوه فقط الشباب. يعني مرات البنات يكتفون ببياض واقي الشمس اصلا ويطلعون عليه. صح. تخلي فوق على السبودر وتطلع. طيب طيب بسؤال مهم، هل واقي الشمس الكيميائي من يحول الاشعه فوق البنفسجيه الى جذور حره، هل الشيء هذا يضر بالبشره؟ نعم. ويجعد ايضا البشره؟ للاسف اي يضر البشره. طيب شلون يضرها؟ انه هذه الجذور الحره راح تسبب تجاعيد. نعم. حتى نتجنب التجاعيد ما تظهر بالبشره بوقت مبكر. نعم. شنو ناخذ؟ ناخذ واقي شمس بانتي اوكسيدنت. طيب مواد مضاده للاكسده. حتى نتجنب، احنا راح نعرف انه هذا الواقي حتى اذا هو يحول اشعه الشمس الى جذور حره بس بماده ثانيه بنقول دارعه له يعني. فتشيء تحمي بشرتنا، فهنا راح نتفادى المشكله. طيب ممكن الكثير من المشاهدين يسالون شنو اللي يحول الجذور الحره وهذه الامور؟ الكيميائي.
الكيمياء. نعم. الكيميائي. طيب احنا ذكرنا ممكن نختار واقي شمس حسب انواع بشرتنا وكذا، اريد اعرف ممكن حسب لون البشره، يعني اكو اختلاف بين واقي الشمس اذا كانت البشره بيضاء حنطيه سمراء؟ لا لا الا استخدام واحد، لانه هو اعتقد يطي اصلا بدون لون يكون يعني. بالضبط، اكو انفيزبل اللي هو بدون لون، اللي هو الكيميائي قلنا. هذا دائما يكون ما بيه لون وما بيه لمعه، انفيزبل هذا اللي يتخلى قبل ما تطلعين من البيت بنص ساعه. حلو. حتى يتفاعل ويا البشره. طيب. وياخذ مفعوله ويعكس اشعه الشمس الى اشعه مفيده للبشره. طيب. وممكن لا. طيب ممكن اليوم الفونديشن واساسيات الوجه بالنسبه للبشره يكون بها واقي شمس طبيعي هذا الامر؟ اكو هواي، اكو هواي ماركات طبيعي. بس تكون بنسبه كلش قليله اللي هي 15. اها يعني انه نتجنب اكثر انه نستخدم واقي شمس افضل. هو بكل الاحوال انت لازم تستخدمين واقي شمس، لان ال 15 قد تريد تحمي؟ صحيح. ما راح تحمي ساعه ما تكفي. احنا بالعراق نراد لنا 80 ويا دوب احنا بس الطريق ساعه احنا بالسياره. صحيح. فاذا شوفين اكو صوره هسه شفتها. طيب. وجه مقسوم نصين، وجه كلش متجعد والثاني لا، هذا الاحد يعني سائق الجهه اللي مجعده كلش متعرضه للشمس. أه. جنب النافذه اللي هي حاله حاليه انا ما تحترق بالشمس. بالضبط. طيب. فدا تشوفين الفرق شلون، دا تشوفين يعني اشعه الشمس ايش قد مضره اذا ما نستخدم لها واقي. نعم. طيب انت ذكرتي قبل شوي انه واقي الشمس يتخلى اول طبقه للبشره حتى تمتصها وتقدر انه يعني تحميها من اشعه الشمس، بس اغلب البنات اول طبقه ممكن نستخدمها هو المرطب، نرطب البشرة بالأول وبعدها نستخدم واقي الشمس. ممكن أنه المرطب قبل واقي الشمس بسلبيات؟ واقي الشمس ما بي سلبيات، بس أنت هنا حجزتي، خليتي طبقة حاجزة ما بين البشرة وما بين واقي الشمس. زي هو ممكن يكون واقي الشمس يضعف؟ طيب ممكن طبعاً، بنسبة ترطيب؟ أكيد أكيد بنسبة ترطيب. فهو يعتبر هو أوريدي الزنك أوكسايد من الأشياء المرطبة يعني. بس إحنا إذا شايفيها العصارة الخضراء بالصيدليات، نعم، الخضراء هيك يعني سامرة، نعم، هاي الزنك أوكسيد نستخدمها لكل شيء يعني، حتى للبيبي، للأطفال، للإيدين، للرجلين. تشوفين خشونة مرات هنا نصر بهذه مال الإيد، دائما نستخدم لها زنك أوكسيد، كلش بها مرطب وفد مادة كلش سوفت يعني وآمنة، فهي أوريدي واقي الشمس بمرطب. هاي وحدة. اثنين، هو مو غلط بس هنا راح يكون امتصاص واقي الشمس يكون أبطأ، يعني أنا راح شنو أتأخر أكثر، لازم انتظر البشره تمتصها يلا خلي الميك اب. طيب اليوم استخدم يعني راحت من عندي الكلمه، اليوم تكلمنا عن انواع البشره وايضا استخدام واقي الشمس بالنسبه لكل الرجال والنساء ولكل الفئات العمريه ممكن خاصه فتره المراهقين. طيب اليوم المراه الحامل طبيعي انه تستخدم واقي الشمس قبل الولاده وايضا بعد الولاده؟ اي كلش طبيعي، بس من الفيزيائي اللي هو ان اورجانيك لازم تنتبه على هذا الموضوع. لازم ضروري تنتبه اللي هو اذا ما يعني خلينا نقول اكو ناس هوايه ما تعرف تقرا وما تعرف. نعم. ما تعرف للاكتيف انجريدينت، يكون بلمعه ويكون ببياض، هذا خلاص فيزيائي. اها نعم، هذا الماده مالته بس اني اشوفها اجربها على الايد انه بيها لمعه وتكون بيضاء، خلاص هذا فيزيائي كلش امن. حلو. نعم. طيب دكتوره هسه اخر شيء اريد نصيحه من عندك بخصوص هذا الموضوع بصوره عامه، لانه احنا نعرف العراقيين حتى الشباب والبنات بصورة عامة مهملين باستخدام واقي الشمس، وإذا يستخدموه بالصيف ممكن ما يستخدموه بالشتاء أبدا. فنصيحة تقدميها لكل العراقيين؟ والله نصيحة أقدمها لكل العراقيين إنه استخدام واقي الشمس كلش مهم، حالة حال شرب المي. نعم. أنا إذا عندي دوام وأطلع من البيت ديلي يعني بشكل يومي لازم أستخدم واقي الشمس بغض النظر عن أي نوع، لأنه قلت لك حتى الكيميائي صار به مواد حافظة وصار به أنتي أوكسيدنت حتى ما يضر، يعني ماكو هالشيء ضارب واقي الشمس. نتجنب الشيخوخة المبكرة، نتجنب التصبغ المبكر، نتجنب الكلف، نتجنب النمش. أكيد إحنا بشرتنا كلش مهمة عندنا ولازم نعتني بها، وهذا أول فقرة للعناية بالبشرة. أكيد أكيد طبعا. شكرا حضرتك نورتينا اليوم، شكرا على هذه المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك دكتورة نورتينا. شكرا لك. أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين في فقراتنا من برنامج نسمات زاكروس، وحاليا عندنا جولة صباحية للزميل فاضل الخفاجي بين أروقة المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي. إلى هناك وبعدها راجعين.